الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. المؤمن سخي كريم، ولذلك فهو قريب من الله وقريب من الناس، وما أنفق من نفقة إلا أخلفها الله عليه أضعافا مضاعفة. وأما البخيل الشحيح فهو بغيض وبعيد من الناس، لأن الله سخي كريم يحب من عباده الكرماء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم تشرق شمسه إلا على جنبتيها ملكان يناديان: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا آبت الشمس إلى مغربها إلا وعلى جنبتيها ملكان يناديان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. شرعت الزكاة في الأصل تطهير لقلب الإنسان من الشح والحرص وحب المال، لأن حب المال عبادة ومذمومة. تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. فالمؤمن لا يستعبده شهوة، لا مال ولا جمال امرأة ولا منصب ولا جاه ولا حسب ولا نسب، لأنه عبد لله جل وعلا. وشروط الزكاة أربعة ذكرناها فيما مضى تفصيلا، وهي أن تبلغ النصاب، وأن يحول عليها الحول يعني العام الهجري وليس الميلادي، وأن تكون خالية من الديون، وأن تكون فائضة عن حاجات الإنسان الأصلية. تكلمنا بفضل الله بالتفصيل عن زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية، وزكاة الذهب والفضة فيما يتعلق بالحلي، حلي المرأة، حلي الزينة. وتكلمنا عن زكاة الأسهم وزكاة الأراضي والعقارات. والآن بإذن الله تعالى نتكلم عن زكاة الديون وعن زكاة الزروع والثمار. الديون نوعان، هناك ديون معدومة وهناك ديون مرجوة. يعني إيه ديون معدومة؟ واحد طلب منك قرض وجاء إليك مسكينا ناعما هينا لينا يشكو حاله، رق قلبك فأعطيته القرض إلى أجل معلوم، جه الأجل ما ردش الدين، تتصل عليه ما يردش، تبعت له رسالة لا يرد، والمفاجأة إن كل شوية يبعت لك أدعية وأذكار، يبعت لك أذكار وأدعية تقول له: يا ابن الحلال يا فلان، لي عندك دين، أين حقي؟ يقول لك: إن الله مع الصابرين، فرج الله قريب، كن مع الله ولا تبالي. تبعت له تاني يروح بعت لك تهنئة: أتقدم إليك بأسمى التبريكات ومعاني التهنئة بمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل. أنت تتكلم في شأن وهو في شأن آخر مغيب. حتى قال العلماء العوام، ودي كلمة غير صحيحة، قال العوام: السلف تلف والرد خسارة، لأن المال كأنه تلف، أصبحت أنت التي تجري خلفه، وكأنك تطلب صدقة أو معونة، بينما أنت رفقت به، لأن عقود القرض هي عقود إرفاق، هي رحمة بمن يحتاج إلى القرض حتى لا يحوج إلى الربا، أعطيته القرض الحسن. وأنت بالقرض لك في كل يوم مثله صدق، اديته قرض 50,000، كل يوم لك 50,000 حسنة،
ليك 50,000 أجر بهذا المال. طيب لو حان الأجل ولم يستطع وصبرت عليه، ده الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، لك عن كل يوم مثليه يضاعف لك أجر القرض، كل يوم لك ضعف ما أعطيته من المال. هذا ثواب القرض، لأن فيه تفريج للكروبات وتيسير على الناس. إذا لما نقول الديون نوعان، ديون معدومة وديون مرجوة. الديون المعدومة اللي الناس بيسموها ديون ميتة، ما هي الديون المعدومة؟ الدين الذي ينكره المدين، يقول لك مالكش عندي حاجة، لا أنا أعطيتك والله مش فاكر، فهو ينكر الدين، وليس عند الدائن دليل على الدين، لا عنده شيك ولا صك ولا ورقة ولا إيصال أمانة ولا أي شيء. وده شيء يتساهل فيه الناس، ثم بعد ذلك يندمون ويتخاصمون. يجي عايز منك دين تقول له طيب نكتب الورقة، انت هتخونني؟ او انت في نفسك عايز تكتب ورقة، يقول لي ده راجل اضمنه زي نفسي. وبعدين النفس لعوب، فبعض الناس يظن ان اللي بيقرض ده واحد عبيط او ساذج او سفيه او عنده فلوس مش عارف يبعترها ازاي. يقول لك يا راجل هو ده محتاج، ده انا المحتاج، فيدخل الشيطان. لذلك ليس عبث ان يأتي في القرآن الكريم 3 طرق لتوثيق الدين. دي نمرة 1. نمرة 2، أطول آية في القرآن الكريم في سورة البقرة آية الدين. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فإيه؟ فاكتبوه. أدي أول طريقة إن احنا نكتب الدين. طيب لو ما فيش كاتب يكتب، احنا في بيئة مثلا كلها عوام لا يقرؤون ولا يكتبون، قال لك يبقى الإشهاد. يبقى الإشهاد يشهد رجل أو امرأتين. طيب ما لقيناش شهود، قال لك الحاجة الثالثة الرهن، ودي الآية اللي جت بعد آية الدين على طول، فرهان مقبوضة، فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. يبقى بتوثق الدين بحاجة من الثلاثة دول، يا تكتب يا تشهد يا تدي رهن. لكن احنا نيجي نعمل ايه؟ يا راجل معقولة هكتب على راجاري وأنا عارفه من سنين، هكتب على أخويا؟ على أخوك، طالما دين اكتبه. ايه الفايدة في الدين؟ ليس التخوين، ولكن سدا لمنافذ الشيطان. قد تموت انت قد يموت هو، ضاعت الحقوق. لو انت مت للورثة حق في هذا الدين ضاع، ولو هو مات في رقبته دين يسأل عنه يوم القيامة، اهله لا يعرفون عنه شيئا. ليه؟ لان احنا ثقة فيما بيننا وبين بعض. لا، الدين يكتب، الدين يكتب حفظا لحقوق العباد سواء دائن أو مدين. يبقى ده النوع الأول اسمها الديون المعدومة، يعني كأنها لم تكن، لصاحبها ينكرها وأنا ليس عندي دليل. طب دي تزكى؟ لا تزكى إلا في حالة واحدة، لو قبضتها تزكى مرة واحدة عند قبضها، لا تنتظر بها حول، لأن ممكن يقعد سنة واثنين وثلاثة. في ناس بيشتكونا أن بقى لهم 10 سنين مش عارفين ياخدوا حقوقهم، حقوقهم ضاعت وأكلت، رغم أن من أشد العذاب في القبر الدين. الحديث توفي رجل، يقول راوي الحديث، فغسلناه وكفناه ودعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، قال أعليه دين؟ قالوا نعم درهمان. قال صلوا على صاحبكم، مش أصلي عليه أنا. فقال أبو قتادة رضي الله عنه، يا رسول الله الدرهمان علي، أنا هسد عنه الدرهمين دول. قال أنت تقضيهما؟ قال نعم. فقربه فصلى عليه. جه تاني يوم على طول الرسول صلى الله عليه وسلم بيسأل أبا قتادة، هل وفيت الدين؟ قال يا رسول الله إنما مات بالأمس، ده لسه ميت امبارح. فتركه. بعدها بيوم سأله، هل أديت الدين؟ قال نعم يا رسول الله. قال شوف بقى اللي جاي، الآن بردت عليه جلدته، كان بيتشوي بالنار في القبر زي ما انت بتشوي اللحمة، بيتشوي على درهمين. طب اللي عليه 10,000 واللي عليه 50,000 واللي عليه، وكال الفلوس ومبسوط وفرحان ان هو شاطر ودي فهلوة. طب الحساب تحت، حتى الشهيد يوقف على باب الجنة بالدين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان الشهيد في الجنة. لما يجي واحد يسأله بعدما مضى ناداه قال اقبل،
قال إن جبريل أخبرني إلا الدين يحبس على باب الجنة بدينه حتى يقضي الله تعالى بينهما. هذا خطورة الديون. إذن الديون المعدومة فيها صفتين: المدين ينكرها، والدائن ليس عنده دليل عليها، دي ما تخشش في الزكاة. طيب النوع الثاني من الديون هي الديون المرجوة، دي بيسموها ديون ميتة، دي بيسموها ديون حية. يعني إيه المرجوة؟ يعني المدين لا ينكرها، يقول لك أنا عارف أنا علي دين، والدائن عنده دليل، عنده شيك يقدر يقاضي به، دي اسمها الديون المرجوة. هذه تدخل في حساب الزكاة. ما تيجي تحسب الزكاة تنظر إلى الأموال النقدية الموجودة عندك، وإذا كان عندك أسهم أو عقارات اسمه وعاء الزكاة، تحط كله على بعضه، وإذا كان لك ديون مرجوة تحطها لأن دي فلوسك، الكل يطلع عليه المجموع 2.5%، تخصم منهم الديون المعدومة أي الميتة، لأن هذه ديون لا تستطيع أن تتحصل عليها. وبذلك هناك فرق عند زكاة الديون، أنظر أهي ديون ميتة أم ديون حية، ديون معدومة أم ديون مرجوة. النوع الثاني زكاة الزروع والثمار، هذه تخص المزارعين أو بعض الأغنياء ممن يملكون مزارع، وهذه جاء فيها نصوص في الكتاب والسنة. زكاة الزروع ملهاش حول، تختلف عن زكاة المال في ثلاث حاجات: زكاة الزروع ليس لها حول، وتختلف عن زكاة المال في المقدار النصاب، وتختلف عن زكاة المال في قيمتها في القيمة. أولا زكاة الزروع ليس لها حول. زكاة الزروع متى تخرج؟ عند الحصاد، أول ما يحصد يطلع، ما فيش بقى سنة هجرية ولا سنتين ولا ثلاثة. وآتوا حقه يوم حصاده، إذن هذا حول زكاة الزروع، عند الحصاد تخرج، وآتوا حقه يوم حصاده. طيب القيمة بتاعتها قد إيه؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. يعني عشر المحصول يطلع زكاة إذا كان السقي بماء المطر فيما سقت السماء، وإذا سقي بالنضح يعني بالري، يعني في كلفة، نصف العشر. طيب دي قسم عدل، احنا بقى الناس بيسموه في القرى يقول لك ده سقي بالراحة وده سقي بالآلة، فيقول لك فيه السقي بالراحة يعني معناها بماء المطر من غير تعب ولا كلفة، وأما الثاني فهو الذي سقي بالكلفة يعني بالآلة، الري يعني بالآلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين هذا وبين ذاك، الذي سقي بالراحة يعني بماء السماء عشر، والذي سقي بالآلة نصف العشر. إذن اختلفت زكاة الزروع عن زكاة المال في حاجتينهم، أول حاجة وهو الحول، ثاني حاجة وهي النصاب، ثالث حاجة وهي المقدار. نحن نعرف أن زكاة المال مقدارها 2.5%، ربع العشر. طيب زكاة الزروع والثمار ما مقدارها؟ حدده النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أوسق. الوسق قد إيه قيمته؟ عبارة عن كام؟ الوسق عبارة عن 60 صاع، لما نضرب 60 × 5 يبقى 300 صاع. طيب بالكيلو جرامات يبقى قد إيه؟ 60 صاع بيساوي 653 كيلو جرام. المحصول اللي عندك لما جيت طلعه وجه 653 كيلو جرام فما فوق يطلع عليه الزكاة. الزكاة تطلع بمقدار قد إيه اللي احنا لسه قايلين عليه دلوقتي. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم حدد، روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. خمسة أوسق، قلنا الوسق قد إيه؟ 60 صاع، 60 × 5 بكام؟ 300 صاع، بيساوي كم بالكيلو؟ 653 كيلو جرام. لو واحد أخذ الحصاد وطلع 500 كيلو، نص طن بس، ما زكاته؟ لا زكاة عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. جينا بقى المسألة مهمة بعد هذا التمهيد في زكاة الزروع والثمار. معظم الناس دلوقتي بتبيع المزارع في بداية الموسم، وعاد عنده مزرعة مانجا، مزرعة برتقال، مزرعة مشمش، حتى مزرعة فيها تمر، فيها نخل.
لما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وجد عادة في أهل المدينة. كانوا بيعملوا إيه أهل المدينة؟ كانوا يستسلفوا البساتين لعام أو عامين. يعني إيه السلف؟ يعني واحد عنده بستان كبير فيه نخل، فماذا كان يفعل؟ معهوش فلوس يصرف على النخل ويحتاج إلى مال، فكانوا يستسلفوا العام والعامين، وده اسمه خلاف القياس. الرسول صلى الله عليه وسلم وجدهم يستسلفون العام والعامين. ايه فايدة الاستسلاف ديت؟ ان المزارع معهوش فلوس علشان يقوم على زراعة النخل ورعايته والاهتمام به حتى يثمر. فكان ايه اللي يحصل؟ واحد يجي يقول له انا اشتري البستان ده منك، هشتري البستان ده وهديك ثمنه مقدما. لان عندنا السلم تعريفه في الفقه، السلم معروف هو عبارة عن ايه؟ سلعة موصوفة في الذمة وصفا دقيقا يمنع الجهالة والغرر في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم وثمن معلوم. والشرط في عقد السلم انه يدفع المال مقدما مش بعدين. عشان كده قال لك ده على خلاف القياس، أجازه النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة الناس إليه. فلما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يجيز هذا، إيه الفائدة التي تعود على المزارع وتعود على صاحب البستان؟ أولا المزارع هيلاقي فلوس يصرف على النخل ويصرف على عيلته وعلى أهله خلال العام حتى يأتي وقت الحصاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما حط هذه الشروط في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ليه النبي عليه الصلاة والسلام حط هذا الشرط؟ أنت جيت عايز تشتري هذا البستان، ما أنتش عارف يطلع قد إيه. بيجي واحد اسمه الخارص، شوف بقى دقة اللغة، في فرق بين السين والصاد. لما تقول له اخرس بالسين يعني اسكت، لكن لما تقول له اخرس يعني ايه؟ قدر. الخارص يعني الذي يأتي عنده خبرة ودراية بقالها سنين يقدر يقدر هذا البستان. هيجي حاجة اسمها الخرص في اللغة في الفقه، الخرص معناه التقدير، يقدر يقدر بناء على خبرة ودراية وعلم، يقول لك البستان ده هيجيب 100 طن ويطلع بالضبط، قد يزيد أو ينقص قليلا في نسبة يتسامح فيها بين المزارعين وبين التجار الذين يشترون البساتين. هذه نسبة، هذا شيء يعرفه كل المزارعين أو أصحاب البساتين. بيجوا يشتروا البستان كله من بابه أول الموسم ويديله الثمن مقدما، ده اسمه بيع السلم. وبيع السلم جائز، أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وجد أهل المدينة هكذا يفعلون فأقرهم، لكن حط له شروط. إيه هو بقى؟ قال لك فليسلم في كيل معلوم، يعني 100 طن يبقى 100 طن في ذمتي. ليه؟ ممكن أجي وقت الحصاد ألاقي اللي طالع 90 طن والراجل دفع له الفلوس مقدما، فالشرع يقول له إيه؟ ادي له 90 طن واشتري له 10 من بستان آخر ثمره قريب من بستانك، لأن أنت خدت الفلوس مقدما، فمن حقه ياخد 100 طن سواء البستان جابهم أو ما جابهمش، لأن ده شرط الحديث. فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب جينا وقت الحصاد والبستان جاب 120 طن، ما يجيش بقى المشتري يقول حقي، يقول لك لا مش حقك، حقك 100 وال20 دول بتوع البائع يأكلهم لعياله، يروح يبيعهم هو، دي رزقه، لأن لا أحد يعلم البساتين كم ستطرح، هذا رزق غيبي. الأرض حينما تنبت وتخرج ثمارها لا أحد يعلم، إحنا بنسميها تقدير، مسألة تقديرية قريبة من الواقع، ولذلك هذا يسمى الخرص. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع للسلم شروطا. طيب جينا آخر نقطة في زكاة الزروع والثمار، لما نيجي نزكيها بقى، أولا في نهي عن بيع الثمار قبل بدو نضوجها، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار قبل بدو نضوجها. في صحيح البخاري قال ابن عباس نضوجها أي تصفار أو تحمار أو تصلح للأكل، يعني تبتدي تصفر أو تحمر لأن الزرع أخضر، فلما يصفر أو يحمر معناه دليل بداية النضوج. قبل النضوج في نهي عن البيع. طيب لو أننا بعنا قبل نضوجها بالسلم، لأن عقد السلم هو بيع قبل نضج الثمرة، طيب الزكاة تبقى على مين؟ يا ترى على المشتري ولا على البائع؟ قال لك الزكاة ترجع إلى توقيت البيع. إذا بيعت هذه الثمار قبل بدو نضوجها قبل أن تنضج، يبقى الزكاة على مين؟ يبقى الزكاة على البائع لأنها لا زالت في ذمته، الزكاة على المشتري لأن المشتري قد اشتراها فهي ستنضج في يده، يبقى الزكاة على مين؟ على المشتري. طيب لو أنه باعها بعدما نضجت لسه في إيد البائع،
بعد ما نضجت باعها، يبقى الزكاة على البائع لأنها نضجت في يده في ذمته. وقد يبيع البائع ويشتري المشتري، فالمشتري بيخرج زكاة الزرع والبائع بيخرج زكاة المال، فكليهما عليه الزكاة. معرفة الزكاة في مثل هذه الأمور أمر هام، لأن الزكاة فريضة. ولذلك الزكاة إذا لم تدفع ومات الإنسان فهي دين في رقبته. قبل الورثة لا بد من شيئين: إنفاذ الوصية وقضاء الديون. في كل الآيات المواريث تجد فيها من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. يبقى الوصية والديون مقدمة عن حقوق الورثة، والديون منها حقوق العباد وحقوق الله. من حق الله الزكاة، بقاله 10 سنين مش عارف أي حاجة عن الزكاة، ولا بيسأل عنها ولا في دماغه ولا في باقه، ومات في رقبتك. طب أعمل إيه؟ روح اسأل وشوف الديون اللي عليه قبل الموت، لأن هذه ستخصم من التركة، وإن لم تخصم أنت ستسأل عنها، لأن الزكاة فريضة كالصلاة والصيام والحج، بل أكثر من هذا، هي ركن من أركان الإسلام الـ5 التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فمن مات وعليه زكاة تخصم من تركته قبل تقسيمها، قبل مقدمة على حقوق الورثة، الزكاة والوصية. أمر آخر: يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر؟ نعم، يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا كان أهلها أحوج إليها، لا حرج في ذلك. بلد فيها مجاعة، بلد فيها قحط، بلد فيها فقراء أحوج من البلد التي أعيش فيها، لا حرج من نقل الزكاة من بلد إلى آخر. والزكاة فيها مسائل كثيرة، إن كان في العمر بقية إن شاء الله لازال في الزكاة بعض المسائل، في مصارف الزكاة وفي موانع الزكاة، من لا يستحقون الزكاة. فإن شاء الله تعالى نسأل الله يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا العمل بما سمعنا هذا، والله تعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.